وكلنا سنموت. إذا مات الخلق كلهم يقولون يبقى أربعة، يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم يرجع ملك الموت إلى الله يقول له الله وهو أعلم من بقي، قال بقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا. قال الله اذهب إلى ميكائيل فاقبض روحه، فيروح إلى ميكائيل يلقاه يكيل أرزاق الناس. قال ماذا تفعل؟ قال أكيل أرزاق الخلق. قال إن الله قد أماتهم كلهم وإن الله أمرني بقبض روحك، فتقبض روحه ويموت. ويرجع ملك الموت إلى الله يقول الله من بقي؟ قال بقى جبريل وإسرافيل وأنا. قال اذهب إلى إسرافيل فاقبض روحه، ويروح لإسرافيل وهو ماسك البوق فتقبض روحه. ويرجع إلى الله قال من بقى؟ قال بقى جبريل وأنا. قال اذهب إلى جبريل فاقبض روحه، فيروح إلى جبريل في الرواية أنه يسبح ويهلل، فيقول إن الله أمرني بقبض روحه. قال جبريل من بقي؟ قال ما بقى لنا. قال فيقول لا اي نعم، فيقول ان الله سبحانه وتعالى امرني بقبض روحك فتقبض روحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ملك الموت فيرجع الى ربه كالطير الحمره اللي طالعت من الماء تنتفض مثل القمري من الخوف الدور عليه. فاذا اقبل على الله قال اذا اقبل على الله قال الله له من بقي؟ قال بقي عبدك الضعيف انا. قال الله أو تزاحمني في ملكي؟ إنني كتبت الفناء على الخلق واستأثرت بالبقاء. فيأمره الله أن يموت فيصرخ فيموت فلا يبقى إلا الله. فيقول الله أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبها أحد فيجيب نفسه بنفسه الملك اليوم لله الواحد القهار. فاللي يعرف نهاية الدنيا ما بيتحسف عليها، والحمد لله اللي يعزينا ويريح قلوبنا أن سنلتقي بأحبابنا في الجنة.